أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، جمعة طيبة وأمسية طيبة لكل مشاهدينا اللي يشاهدونا عبر قناة الجزائر عنوان في برنامجنا. دايما متواجدين معاكم في برنامج واش قالوا. هذا البرنامج اللي نجيب لكم كل الأخبار الحصرية المتداولة في الأسبوع، وبداية نبدأها مشاهدينا بالأخبار الدولة، الأخبار اللي متواجدة معنا وهي بالوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن مساء الخميس بالعاصمة السنغالية داكار للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حسب بيان لمصالح الوزير الأول. أشرف مستشار لرئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي البروفيسور نور الدين غوالي اليوم الأربعاء على تنصيب البروفيسور الشريف مريبعي رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية. انطلقت أشغال القمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا بالعاصمة السنغالية داكار، وذلك بمشاركة الوزير أيمن بن عبد الرحمن بصفة ممثل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. شركة مستعدة لدفع 20 مليون سنتيم لشخص يأكل لمدة 3 أشهر الجبن قبل النوم. مميزات الجزائر سمحت لها بتصدر قائمة المتقدمين للانضمام لمجموعة بريكس. نروح مشاهدينا مباشرة لأخبار الرياضة، وبداية بن عيادة قد يواجه ريال مدريد بالصور مشاهدينا. ميسي يتجاوز رونالدو بتحطيم الرقم القياسي. أكد الدولي الكونغولي أن المنتخب الوطني المحلي يتواجد في رواق أفضل للفوز بالشان على حساب السنغال، ونشوف الصور. نفاذ تذاكر نهائي الشان في أقل من 4 ساعات، كيفاش تشوفوا مشاهدينا هذه العملية لبيع التذاكر لنهائي شان 2023؟ في إطار مباريات الدوري الفرنسي، واجه يوسف بليلي رفقة ناديه أجاكسيو زميله المنتخب الوطني نبيل بن طالب، حيث انتهت المباراة بفوز رفقاء يوسف بليلي ب2-1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعرض جهازين، الأول لكشف تسرب الغاز والثاني لمسير لتسرب الغاز من ابتكار أيادي جزائرية 100%. كشفت الاتحادية الوطنية لكرة القدم الفاف ليوم الخميس عن البرنامج الذي سطره الناخب الوطني مجيد بوغرة للاستعدادي لنهائي الشان، وقالت الفاف أن مجيد بوغرة برمج حصة فيديو بداية من الساعة 5:45. كما قالوا أيضا أن الحارس رفقة رفاقه سيشرعون في الحصة التدريبية الاستعدادية لمواجهة السنغال بداية من الساعة 6:00 مساء. كما قررت الفاف برمجة منطقة مختلطة بداية من الساعة 6:00 مساء لمدة 15 دقيقة فقط قبل العودة إلى التدريبات والفحص الطبي. أعلن الناخب الوطني المحلي مجيد بوغرة أنه سيعود لتدريب الفرق بعد نهاية مغامرته مع المنتخب الوطني اللاعب المحليين عقب الشان، حيث قال الماجيك عقب مواجهة النيجر في الندوة الصحفية: تدريب المنتخب الأول ليس من أهدافي حالياً. كما واصل وقال أيضا أن هناك مدرب رائع سيقود الخضر حاليا وهو بالماضي، أتمنى له أن يقودنا لبلوغ مونديال 2026. قال أيضا أن الشيء المميز بالنسبة لي هو أنني أقوم وأقود بالمنتخب الوطني من 4 إلى 5 سنوات القادمة على الأقل.
وقال أيضا أن الشيء الرسمي بالنسبة لي هو أنني لن أقود المنتخب الأول إلى 4 أو 5 سنوات القادمة. وختم بكل صراحة: لازلت بصدد التعلم أكثر، يعني مازلني في التعلم، ومن الممكن جدا أن أعود إلى تدريب الفرق بعد الشان من أجل العمل يوميا. نروح مشاهدينا الأخبار الثقافة، قعدوا معنا ما نزافيوش. بالصور نشوف مشاهدينا الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على مراسيم تدشين للمقر الجديد لقيادة القوات البحرية. نشوف أيضا مشاهدينا وزير الداخلية إبراهيم مراد يقول أنه نحو إحصاء كل البلديات التي تحتاج إلى إعادة التسميات عبر كامل الوطن. قال أيضا وزير المؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين وليد أن هدفنا الأول هو تشجيع الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية. شفنا أيضا مشاهدينا أمس هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر، الهزة التي تم تسجيلها في حدود الساعة 2:05. مركز الهزة كان بحدود 3 كيلومتر شمال شرق سيدي نعمان ولاية لمدية. في العراق مشاهدينا مقتل بلوجر العراقية والمؤثرة طيبة العلي خنقا على يد والدها بعد عودتها من تركيا، ووسائل إعلام عراقية تؤكد أن البلوجر الشابة عادت أخيرا من تركيا إلى بلدها وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة ثم سلم نفسه للجهات الأمنية المختصة. نشوف أيضا مشاهدينا فيديو خفيف على في وهران لانطلاق الطبعة الأولى لصالون الطفل بخطوتك. المنتخب الوطني الجزائري المحلي واجه التدريبات والتحضيرات لشان لنهائي الشان ضد السنغال غدا السبت. نشوف أيضا الجزائر هي الثانية عالميا من حيث الآثار الرومانية بعد إيطاليا، وأيضا ثانية عالميا من حيث الآثار الأندلسية بعد إسبانيا، وخامس أجمل بلد في العالم طبيعيا والجزائر أيضا مشاهدينا خبر آخر لأغنية جديدة لنوميديا الزول التي كانت يوم الخميس 2 فبراير 2023. شوفوا معنا وبهذا مشاهدينا حبيت نقول لكم لحقنا لختام عددنا لنهار اليوم من برنامج واش قالوا، واكيد راكم تعودتوا عليا وعلى البرنامج. مشاهدينا نقول لكم استنونا في الاسبوع القادم ان شاء الله، ولا الاسبوع المقبل نفس الموعد نفس القناه نفس التوقيت. حبيت نشكر ايضا اللي لبسنا بوتيك ما بلا ديسات، نقول له شكرا جزيلا، وحبيت نقول لكم استنونا في العدد المقبل. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.